أيها الأحبة، هذه القصة حقيقة لم تحصل الآن، وإنما وقعت قبل أكثر من 40 سنة، لكن تخيلوا معي أحبة الكرام الفضلاء، إنه ذلك الشاب أو ذلك الطفل الغلام الذي كان يدرس في الابتدائية، كان عنده أم ويتيم الأب، أبوه قد مات وعنده أمه، كان المشكلة أن أمه عوراء، عندها إشكالية، عندها عور في عينها، فكان الناس يقولون له يا ابن العوراء يا ابن العوراء، فكل مرة أصبح إذا رأى أمه يكره أمه. يقول مع الوقت حتى دخل المتوسطة وأيضا أصبح يكره أمه، حتى وصل إلى مرحلة فقال يا أمي أنا أكرهك، يا أمي أنا أكرهك لأنك عوراء، وهي تبكي بعينها الواحدة وتقول ولكني أحبك يا ولدي. فكان يقول لها وأنا أكرهك لأنك عوراء. ومع الزمن حتى تخرج من الثانوية، وبعدها قرر أن يرحل من تلك القرية. إلى أين؟ إلى قرية بعيدة، يهرب عن أمه، خرج من القرية، اختفى السنة الأولى والسنة الثانية، الأم تبحث عن ابنها لم تجده، ذهب إلى مدينة بعيدة وهي لا تعلم عنه، وفي ذلك الزمن كان اتصال قليل جدا جدا. وبقي الشاب 15 سنة غائب عن أمه، الأم بقلبها الحنون تبحث، لم تدع أي مكان تبحث عن ولدها. وفي ذلك اليوم استطاع أن يصلها خبر أن ابنها في المدينة الفلانية، فذهبت الأم. أيها الأحبة، نعم الأم ذهبت مباشرة إلى ذلك المكان الذي فيها ابنها الذي الآن فقدته أكثر من 15 سنة، 15 سنة. ثم جاءت وصلت عند الباب، فلما جاءت عند الباب قرعت الباب، قرعت الباب، فلما قرعت الباب وفتح الباب ماذا وجدت أمامها؟ وجدت أمامها وهي فرحة مسرورة قد فاض قلبها حبا وانشراحا، وجدت أمامها ذلك الطفل الصغير الذي يبلغ في عمره 6 سنوات، أخذت هذا الطفل، إنه حفيدها، إنه ابن ابنها الذي لم تره، فضمته إلى صدرها، أصبحت تشمه وتضمه وتبكي وتقول يا حبيبي يا ابن حبيبي. وفجأة أيها الأحبة، فجأة خرج الابن، خرج لينظر إلى أمه وهي تأخذ ابنه، فلما رآها ماذا تتوقعون يا إخوة؟ ماذا سيقول هذا الابن؟ نظر إليها قال أيتها المرأة العوراء، أيتها المرأة القبيحة، أيتها العجوز، ما الذي دلك علي؟ أخرجي. قالت يا ولدي أتيت وقد قطعت المسافات، أريد أن أراك قبل أن أموت، يا ولدي لم يبقى لي عن الموت إلا أيام أو ساعات، يا ولدي أنا مريض الآن، أبغى أشوفك، أبغى أشمك، أبغى أضمك إلى صدري يا ولدي، أبغاك أنت حبيبي، أنا ربيتك. قال لكن أنا ما أبغاك، وصك الباب في وجهها. ورجعت الأم المسكينة للقرية، سألوها الناس وجدت ولدك؟ قالت وجدته بس ليتني ما وجدته. يا إخوان، هذه الأم أخذت أقل من أسبوع وجاءتها المنية، عند المنية كتبت أو طلبت من أحد الذين عندها أن يكتب لها رسالة سرية، ثم وضعتها في ظرف وقالت لهم أرجوكم لا أحد يفتح هذا الظرف إلا ولدي فلان إذا مت. وفي الفعل ماتت الأم. اتصلوا عليه الناس قالوا يا فلان أمك ماتت. قال خذوها وادفنوها أنا ما أبغاها. قال يا فلان أمك ماتت. قال أنا ما أبغاها ولا أريدها. قالوا أمك ماتت. قال ما أريدها ادفنوها. قالوا لكن أمك تركت لك ظرف. قال نعم ظرف. قالوا نعم. قال ماذا فيه؟ قالوا لا ندري، لكن هذا الظرف قالت لا يفتحه إلا ولدي فلان. ظن المسكين أن فيه فلوس أو فيه صك أرض أو فيه أمر معين، قال إذن سأتي في إجازة الأسبوع. يأتي لماذا؟ من أجل أمه؟ لا، من أجل عزاء أمه؟ لا، يأتي من أجل الظرف. وبالفعل يا شباب جاء هذا الرجل، جاء هذا الابن العاق، ودخل البيت وأخذ الظرف، فتح الظرف، فلما فتح الظرف وإذ مكتوب فيه ولدي حبيبي سأخبرك بأمر
لم أستطع أن أخبرك بحياتي، أنا أمك العوراء، لكن تعلم ما الذي جرى لي يا ولدي؟ لما كنت صغير وأنت أقل من سنة ونصف، كنت أنا وأبوك في السيارة فانقلبت السيارة فأدى ذلك إلى وفاة أبيك. أما أنت فقد بقيت معي، وفي يوم من الأيام دخلت عليك وأخذت أضمك إلى صدري، وكان معك عود، فأخذت هذا العود فرميته في عيني، فكنت يا ولدي أنت السبب في فقع عيني، كنت يا ولدي أنت السبب في فقع عيني. فلما قرأ الرسالة بكى وندم، لكن متى الآن؟ الآن يبكي على أمه بعد أن كان قد هجرها وسبها وتركها. لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.